أعلنت حكومة الوفاق الليبية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه دعوة لفايز سراج لزيارة فرنسا. الدعوة جاءت خلال اتصال هاتفي بين سراج والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوإلين، أكدت فيه الأخيرة تأييد باريس دعوات وقف إطلاق النار في ليبيا. الفرنسيون يدقون باب حكومة الوفاق ويدعون رئيس الحكومة فايز سراج لزيارة باريس، زيارة قد تحمل تموضعا جديدا في موقف الفرنسيين من أقطاب الصراع في هذا البلد المتوسطي، وهي المتهمة بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر طيلة فترة النزاع. فبعد الإعلان المتزامن من قبل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وعقيل صالح رئيس البرلمان في طبرق عن تجميد القتال والدعوة لانتخابات في البلاد، كان من اللافت في هذا الإعلان المشترك غياب حفتر وعدم ذكر اسمه في أي منهما في صد عدوان الإرهابي حفتر ومرتزقته. موقف المجلس الأعلى للدولة يدعم هذا الغياب، إذ رفض الحوار مع حفتر بشكل قاطع، داعيا دول الإقليم وعلى رأسها مصر إلى إعادة حساباتها في ليبيا. في هذا السياق تأتي الدعوة الفرنسية للسراج مواكبة للتغيرات في مسرح العمليات الليبية المشتبك، مما قد يعني تبدلا في خارطة التحالفات على وقع التفاهم بين السراج وصالح، إذ يعتبر هذا التفاهم هو الأول منذ الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 بين القوى الليبية المتنافرة. توافق محلي يعيد تدوير بوصلة القوى الخارجية نحو حل الأزمة الليبية، لا سيما إن نجحت في التخفف من هيمنة حفتر على القرار في شرق البلاد. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن عبد الله الكبير الكاتب الصحفي الليبي، أهلا بك سيد عبد الله. هل دعوة ماكرون للسراج هي لضمان كما يقال خروج مشرف ربما لحفتر من الصورة، أم لضمان حصة له في المشهد المقبل في ليبيا؟ نعم، تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين. لا لا أعتقد أنها تتعلق بخروج مشرف لخليفة حفتر، لأن هذا الأمر سوف تتولاه أمريكا عندما تحين اللحظة التي سيخرج فيها حفتر من المشهد. هو الآن يغادر ببطء والآن يتوارى تدريجيا. أعتقد أن هناك استدارة فرنسية وتدارك لما فاتها في ليبيا بعد أن وجدت نفسها خارج اللعبة، والحليف الذي راهنت عليه منية بهزيمة قاسية وتقهقر عن طرابلس وفشل مشروعه، وبالتالي لابد لفرنسا أن تعيد حساباتها. وأعتقد أن إعادة الحسابات قد بدأت منذ أن أعلن ماكرون في لقاء صحفي مع ميركل قبل أسابيع أنه لا يدعم حفتر وأنه مع الحلول السياسية. ولكن ألم تتأخر سيد عبد الله فرنسا في هذا؟ يعني نحن منذ أشهر نتحدث عن ربما تواصل روسي مصري وحلفاء آخرين لأطراف في ليبيا عن أن حفتر سيكون خارج الصورة، وهناك ترتيب لذلك مع بروز شخصية عقيلة صالح ودوره أكثر في المشهد. هل تستطيع فعلا فرنسا الآن تدارك هذا الفشل بين مزدوجين وتقدم الدور الألماني المدعوم أمريكيا؟ نعم صحيح، تقوية الدور الألماني هو لحث فرنسا على هذه الاستدارة، لأن الآن الأمريكيون لا يعولون على الاتحاد الأوروبي وإنما ينشطون أو نشطوا الدور الألماني الذي تواصل. وبالمناسبة كان لألمانيا جهد كبير في الإعلان الأخير بشأن وقف إطلاق النار بتواصل ألمانيا مع روسيا ومع تركيا ومع مصر ومع الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في النزاع الليبي. وبالتالي فرنسا مضطرة إلى هذه الاستدارة إذا أرادت أن تحافظ على مصالحها. وأيضا الأمر يتعلق بالوجود التركي، نحن نعرف أن فرنسا قلقة جدا من الوجود التركي في ليبيا، وبالتالي يأتي السراج إلى باريس ويتباحث مع الرئيس الفرنسي حول المصالح المشتركة بين ليبيا وفرنسا وحول الوجود التركي. لا شك أن فرنسا تريد تطمينات من أن هذا الوجود لن يبقى
طويلا ولن يؤسس قواعد عسكرية في غرب ليبيا. تمام، يعني وفي هذا السياق أيضا هذه الاستدارة الفرنسية إلى أي درجة ستكون، والأولويات بالإضافة إلى ما ذكرت الأولويات الفرنسية ما هي لضمانها في المشهد الليبي الآن؟ أعتقد أن طبعا فرنسا أهمها الأول، همها الأول هو أن يكون لها حصة مناسبة من مصادر الطاقة، وأيضا هي متحسسة جدا من التيارات الإسلامية بشكل عام، وبالتالي سيكون هذا الملف موضع نقاش بين ماكرون والسراج. أيضا ربما يسعى ماكرون إلى أن يكون هناك اتفاق أمني جديد أو تطوير لاتفاق أمني سابق بين حكومة الوفاق وباريس بشأن ملاحقة الإرهاب وبشأن تأمين الجنوب. هذا أيضا مدخل قد تستغله فرنسا للعودة إلى المشهد السياسي الليبي، خاصة وأن هناك مذكرات تفاهم أو شبه اتفاقيات حول مكافحة الإرهاب في الجنوب الليبي. نقطة أخرى مهمة، لماذا لم تستدر فرنسا تجاه عقيلة صالح عندما انهزم حفتر وأصبح خارج المشهد وصعد نجم عقيلة صالح؟ لماذا لم تواصل المسير مع عقيلة صالح؟ أعتقد هنا وجود روسيا، وجود روسيا، وواضح أن هناك تحالف أو هناك علاقة وطيدة جدا بين عقيلة صالح وروسيا، خاصة وأن عقيلة صالح مبادرته التي أعلن عنها أشار بشكل واضح لا مواربة فيه أنها بمشورة الروس، وبالتالي ليس أمام فرنسا إلا حكومة الوفاق التي وطدت مكانتها بعد أن دحرت حفتر عن طرابلس وأصبحت هي تقريبا الحاكم الفعلي لليبيا. الدور الروسي هو أيضا ما يفسر استدارة إن صح التعبير مصر في هذا السياق ودعم عقيلة صالح. شكرا لك عبر خدمة سكايب من لندن سيد عبدالله الكبير الكاتب الصحفي الليبي.